سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية شرقية مباشر التابعة لمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بعد وفاة رحمة سمير محمود 20 عاما، ولم يمر على خطوبتها سوى أسبوع واحد. كانت الفرحة تملأ عيون رحمة كأي فتاة بمناسبة خطوبتها على فارس أحلامها، وتحقق حلم رحمة حيث تعلق قلبها به، وكانت ليلة لا مثيل لها. ولكن دائما تأتي الأقدار بما لا تشتهي السفن، حيث لم يمضي على خطوبة رحمة أكثر من أسبوع وتحولت الفرحة داخل منزل الأسرة إلى حزن ونواح بعد نبأ وفاة عروسة الجنة، وذلك لما تتميز به الفتاة من حسن خلق، فهي من حفظة القرآن الكريم، وشيع المئات من أهالي مدينة الإبراهيمية جثمان عروسة الجنة إلى مسواها الأخير داخل مقابر العائلة بقرية شرقية مباشر وسط حزن شديد، حيث اكتست مواقع التواصل الاجتماعي السواد والنعي من أصدقائها لما كان لها من سمعة طيبة وحسن خلق. نشرت إحدى صديقاتها وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، خلود عروسة في الجنة. وقالت أخرى: نزلت لك أسطوري من فترة كنت ببارك لك فيه، النهاردة منزل بس بترحم عليك فيه. أنا لحد دلوقتي مش مصدقة إني خلاص ما بقيتيش موجودة، شبكتك كانت من أسبوع يا نورعيني، كنت جميلة قوي وما شفتش حد بجمالك، ما لحقتيش تتهني بعريسك ولا هو يتهنى بيكي، يا قلبي مشيتي يا رحمة ووجعت قلوبنا كلنا عليك. أنا مش قادرة أتخيل أصلا إن ده كله يحصل في يوم وليلة بدون أي مقدمات. تسيبينا يا رحمة، ده أنا مكلماكي أول امبارح، ولو كنت أعرف إنها هتكون آخر مكالمة بينا ما كنتش خلصت كلام معاك، محدش وجع لي قلبي قد ما وجعتيني بفراقك. أنا ما بعملش حاجة غير إني بسمع الريكوردرات اللي بصوتك يا نور عيني، بسمعها وبقول لا أكيد ما ماتتش، بسمعها وبفتكر ضحكك معانا وهزارك، يعني أنا كده مش هشوفك تاني ومش هاخدك في حضن تاني، غيابك هيبقى صعب علينا أوي يا رحمة، ربنا يرحمك يا حتة من قلبي، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال ويجعل مأواك الجنة، اللهم أجرنا من الموت الفجأة ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. فيما نعاها والدها وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى قرة عيني عروس الجنة، وتحكي صديقة عروسة الجنة تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صديقتها قبيل زفافها وجنازتها، وتقول أن رحمة كانت تشعر بوفاتها. وتضيف والدة عروسة الجنة التي توفيت ليلة دخلتها أنها كانت متدينة وأنها كانت تمتاز بالحنية وكانت تحب الجميع والكل حبها. وبين كل جملة وأخرى تسكت الأم المكلومة التي ارتدت السواد وتنظر إلى صورة فلزت كبدها وتبكي، كما أشارت والدة العروسة إلى أن العروسين أصيبا بالحسد لأنهما لم يمر على خطبتهما إلا وقت قصير، مما جعل الناس تتعجب من هذه السرعة وقصر فترة الخطوبة.